فيها لأن مسؤولية كبيرة ما فينا نرجع لورا. ميوركس دور من بيروت إلى دبي بنسخته 21. انتقال لدبي هو ليكون الإيفنت مور انترناشنال. بعد 20 دورة ناجحة في لبنان، اتنقل حفل توزيع جوائز ميوركس دور الأشهر في العالم العربي السنة دي لدبي، ويقدم نسخة بعنوان ميوركس دور انترناشنال اللي هتحصل في 20 مارس، واللي أعلنوا عنها خلال مؤتمر صحفي في فندق الأتلانتس دبي. انتقال لدبي هو ليكون الإيفنت مور انترناشنال، بالإضافة أنه بهالدورة رح يكون في تركيز شوي على الأعمال الخليجية. يمكن قبل ما كتير كرمت مثل الأعمال السينمائية والدرامية والممثلين ممثلات الخليجية، لأن احنا بالنجوم الغناء أخذوا حصة معنا كبيرة بالميركس بلبنان سابقا، بس هلأ كمان رح يكون وجودهم أكبر وأكبر. والأكيد أن التحضيرات مش هتكون سهلة الحدث بالحجم ده. أكيد لا شك في صعوبة لأنه عم يكون التحضيرات عن بعد، إنما عم نتأنى كتير وعم نجتهد كتير تيكون الحدث على المستوى اللي تعود عليه الجمهور بلبنان وعلى أفضل. أكيد لأنه بهمنا تكون النقلة النوعية نقلة فيها، لأن مسؤولية كبيرة ما فينا نرجع لورا، بالعكس بتكون خطوات لقدام. وخلال المؤتمر تم الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم اللي بتضم أكتر من 20 عضو من بلاد ومجالات مختلفة، وأبرزهم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كاريزما أيمن الزيود، بالإضافة لباسم كريستو، بوسي شلبي، خليل أبو عبيد، رايا أبي راشد، صبحي عطري، لوجين عمران، مروة محمد وغيرهم. شو الصعوبات اللي واجهتيها باختيار الأسماء؟ في ناس مميزين وعملوا أعمال كثير حلوة هذه السنة وكانت ضاربة ومعلمة عند الناس. في يعني صعوبة أنك تختار بين اثنين، بين نجمين، بين أغنيتين، بين عملين، هذه كانت صعوبة كبيرة بالنسبة لنا. هيك صراحة ما قلبك حان لحدا أكتر مثلا؟ إيه والله والله شكلها والله صح. يعني أنا إنسانة عاطفية شوي، ف يعني اللي أحبهم أكيد رشحتهم أنهم يفوزون، خاصة أنهم عندهم أعمال مميزة. بس التصويت الأخير أكيد للجمهور كمان يساعدنا. عرفت يعني كيف كشفتني؟ ما أنا بعرف أنه أنت عندك أذن موسيقية وبتحبي فنانين معينين وموسيقى، فقلت أكيد قلبك هيك يعني حيحن لحد أكثر. صحيح صحيح، نعم أول مرة أحد يسألني هذا السؤال لأنه كاشفني. بس مش ده اللي حصل مع أروى اللي كمان هي عضو في اللجنة. أدي كان عليك صعب أنه أنت فنانة وتختاري أسماء؟ شوف ما كان صعب أبداً، لأنه أنا حيّت نفسي تماماً. أنا اشتغلت كأروى الإنسانة اللي جداً فير وعادي جداً، والعكس. والعلمك في ناس كثير جداً الناس تفتكر أن هم منافسين لي، أنا كان أساميهم من التوب اللي أنا اخترتها. مين اخترتي حدا من المنافسين لإلك وقلتي أنه بيستاهل؟ أكيد مش حقولك. لا بس اختيار الرابحين ما بيقعش على شخص واحد. شو الصعوبات اللي واجهتوها وقت لجنة التحكيم؟ صار في اختلافات على الأسامي؟ نحن ما عندنا مشكل بالاختلافات لأن مش معقول يجتمعوا كلهم على اسم واحد. نحن عندنا أسلوب بحطوا نقاط للمتبارين، بحطوا من 1 لـ5، يعني يلي بهمهم أمره أكتر شيء يكون هو الربحان بيعطوه 5 نقاط، وأربعة 3 2 1، فبنجمع النقاط ويلي بيكون الربحان بنقول له مبروك. وغير الفائزين هيكون في حضور لأكتر من نجم تركي إلى جانب عازف الكمان هاوزر. بس إيتي بالعربي حاول يعرف أكتر. لقيتي بالعربي في هيك أسماء حصرية رح يكونوا موجودين؟ هلا إيتي بالعربي بيمونوا على طول يعني. هلا نحن ما حبينا كتير نقول أسماء لأنه حلو ضل عنصر المفاجأة، خاصة ما بنقول عن الأسماء اللي هي ضمن التنافس، يعني الفئات اللي فيها تنافس أكيد هيدي بضل. بس هلا فيني أقول لك عن اسم يمكن هيدي قوي قلبك 1 2 3 انترناشونال، يعني هيكون معنا المغنية العالمية جين مانسون الأمريكية الفرنسية يعني.